بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع الرسم الهندسي والرسم رقم 8 هنتعلم ازاي نعمل اوتوكاد 3D للثلاث مساقط دول. نول ثلاث مساقط دول نفتح ملف جديد ونخليهم ب 3D روتيت، نخليهم بالمنظر ده عشان نفهم ان ده البلان وان ده الاليفيشن وان ده سايد فيو، عشان نفهم ان المستوى اللي فوق دوت ليه علاقة بالجزء اللي تحت ده، ان الداش ده ليه علاقة بالحتة المفرغة دي، وان الخطين دول ليهم علاقه بالجزء اللي مكسور دوت عشان الزاويه الميل دي، تمام، وان المستويين الصغيرين دولت ليهم علاقه بالخطين دول، وان الجزء المستوى ده هو اللي بارز فوق ده، وان في فتح او ان في او ان المستوى ده هو المستوى الغطس اللي موجود هنا. يلا بينا نفهم الكلام ده. يلا بينا نفهم الكلام ده. هنعمل الكلام ده 3D. هشيل الخط الازرق ده عشان اعرف ارسم ده داش. طيب هروح رايح اعمل UCS واشوف اني مستوى الاهم عندي اللي بيحدد شكل الكتله هو ده الاليفيشن. هقف هنا كده واقول له ده محور الاكس وان ده محور الواي، واروح رايح جايب البريسبول واقف عند المستوى ده واقول له تعالى اقف لغايه النقطه دي. كده انا رسمت اهم مستوى اللي بيحدد لي الكتله. لو انت جينا وقفنا عند الكتله اللي موجوده تحت دي كده اللي لونها اخضر دي، ورحنا رايحين لغايه فوق خالص، يعني لو احنا كده لغينا رجعنا اليو سي اس زي ما كان UCS وخلينا وورلد وقلت له بريسبول، حاولت اجيب المستوى اللي من جوه ده، هو مش عايز يخليني اقراه دلوقتي، بس احنا هنجيبه. ممكن اجيبه من تحت كده، يعني لو انا بتحايل عليه يعني اهو لغايه فوق واخليه واقف لغايه النقطه دي كده لان هو ده مستواي، ماشي، بس بالشكل ده كده. طبعا هو في الحاله دي فهم ان انا بفرغه من الكتله، بس انا مش بفرغه من الكتله، ماشي، عشان كده هعمله تاني. اروح راح واقف هنا كده طيب هو مش فاهم، ماشي. بصوا يا شباب عشان بس ما تتلخبطوش مني اكتر ما انتوا متلخبطين، بص كده شايف الفراغ بتاع الكتله دي، لو انا قلت له بريس بول وقفت عند المستوى ده كده لوحده، بس كده انا كده محتاج ارجع اليو سي اس تاني زي ما كان. اقول له يو سي اس واقف عند المستوى ده، اقول له ده الاكس وده الواي. انا مش عايز ده الزد، انا عايز ده الواي. يو سي اس ده اكس ايوه ده الواي، تمام كده. هات بقى البريسبول واقف هنا كده، ايوه تعالى لي بقى كده، بس يا سيدي هو ده اللي انا عايزه. بس قبل ما تعمل كده عايز احركه لغاية هنا كده، تمام، الف الناحية التانية وادخل بالكتلة اللي انا عملتها دي لجوه لغاية هنا كده، تمام كده الكتلة وضحت، الدنيا بقت تمام والناس فهمتني زي ما انا عايز. تعالى بقى نعمل فيجوال ستايل، نرجع اليو سي اس زي ما كان، نخلي الفيجوال ستايل رياليستيك عشان نفهم الكتلة. بس يا ستي ادي شكل الكتلة وادي الدنيا اللي موجودة بالشكل ده كده، تمام تمام انا بقى دلوقتي كل المطلوب مني ان انا عايز افهم الجزء هنا، لسه في جزء هنا عايز يتظبط، الحتة دي فراغ، اقول له ده فراغ هاته للاخر كده عشان نفرغه، بس كده كتلة خلصت والدنيا بقت تمام. المنظر اللي قدامنا ده عايزين بقى نجيب له الثلاث مساقط بتوعه. احنا كده تخيلنا الدنيا. ممكن نعمل ايه كمان؟ ممكن نجيب الالوان عشان نظهرها. فين نجيب اللون الاحمر؟ نخلي المستوى ده كده الفيس ده باللون الاحمر عشان نفهم ان ده المستوى اللي احنا عايزينه، ونجيب اللون الاخضر نعمل بيه المستويات اللي فوق ديت باللون الاخضر ده، مش اللي ورا، مش اللي ورا، الله يسامحك. ايوه المستوى ده نقول اللون الاخضر، تمام. وهات لي كمان يا باشا المستوى اللي فوق دوت، هو ده، ايوه هو ده باللون الاخضر،
كده احنا فهمنا مستويين دول كده تمام. عندنا مستويين دول عايزين نخليهم باللون الاصفر، بس المستوى ده والمستوى ده تاني عشان يفهم، عشان معلش بيتعبني في اللقطة دي كده، ياخد وقت عشان يقرا المستوى اللي انا عايز احدده بالظبط، بياخد وقت في اللقطة دي عشان بيقرا كذا مستوى. تمام، هو المستوى ده ايوه كده، عايزين نقرا كمان المستوى اللي جوه دوت، ايوه المستوى ده كويس جدا. في مستوى تاني فوق كمان عايزه، رائع رائع كده، ناقصنا مستوى واحد، يا ريت يجي بقى عشان نبقى خلصنا اللي احنا عايزينه دوت، نجيبه باللون الأزرق. أيوه هو ده، ده المستوى المايل. المستوى المايل ده اللي هو على شكل حرف اتش ده، ده بيتقري في البلان وبيتقري في الإليفيشن، بيتقري في الاتنين مع بعض. تمام، احنا ما جبناش اللون الأحمر، اتلون غلط، نرجع اللون الأحمر تاني. هي دي مشكلة الكلار فيس، ان هو محتاج يعني دقة قوي في وانت بتعمل السيلكت عشان يوقف على المستوى اللي انت عايزه. ماشي الكلام ده، نقف تاني. طيب نغير مثلا الفيجوال ستايل، يمكن يقرا المستوى اللي احنا عايزينه. اهي اخيرا قراه، ادي اللون، معلش خد وقت، ودينا بنتعلم مع بعض يعني. تمام كده احنا قارينا الدنيا كويس جدا، ايوه كده. كده عندنا اللون الاحمر دوت، اللون الاحمر ده الاليفيشن، اللون الاصفر ده اللي هو سايد فيو، اللون الاخضر ده اللي هو البلان، اللون الازرق اللي حضرتك شايفينه ده هيظهر في الاليفيشن، هيظهر مع اللون الاصفر وهيظهر مع اللون الاخضر، عشان كده انا رسمته لونته بلون مختلف شويه. نفهم الكلام ده بقى مع بعض، ويلا بينا نعرف ازاي نستنتج المساقط الثلاثة او نرسم المساقط الثلاثة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.